عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا اخواتي الاعزاء. انا هعمل دلوقتي البتنجان اللي بالصلصة او الحامي اللي انا بعمله جنب الاسماك. عندك بقى اسماك مقلية، مشوية، طاجن، اي حاجة، جمبري، اي شيء بتاكلي جنبه ايه الحامي ده. قطعت 3 قرون فلفل كده مشطشطين حلوين، وبقطع كمان واحدة بتنجان كده. بصي الحجم ده، شايفة رفيع ازاي اهو. بقطع كده البتنجان مع الفلفل، وكمان عملت ايه هنا، عملت هنا 4 فصوص ثوم مع قرن فلفل مع شوية كمون وشطة، تمام، كمون وشطة وملح طبعا. بعد ما بقطع البتنجان كده كله، اخلص كده التقطيع، بروح مقطعة كمان الطماطم، يعني هقطع دي بعدين، هقطع كمان الطماطم بتاعتنا. مش بعملها مستفية في الخلاط، لا، بقطعها كده، تمام حبيبة قلبي. بيبي بصوا، هنزل بالفلفل والثوم اللي انا فرمتهم في الكب اهو، تمام اهو، على معلقتين زيت كده، شايفين كده. بعد كده بنزل معاهم الفلفل والبتنجان اهو، الطماطم لسه شويه، الفلفل والبتنجان ياخدوا تشويحه حلوه اهو، تشويحه حلوه كده، ياخدوا طعم الفلفل المفروم والثوم المفروم. بصوا لحد كده ما يدبل معايا حبايب قلبي. بنزل بالطماطم، بعمل كده هنا، بعمل لها هنا فراغ اهو عشان تمتص كده وتاخد تدبل كده، شايفين اهي تدبل كده. وبعد كده بنزل عليها بمعلقه صلصه طماطم اهو، وكمان رشه سكر علشان تعادل الحموضه بتاعه الصلصه اهي. وبعد كده بحط شويه شطه لان احنا بنعمل حامي اهي، شويه شطه حلوين، وحبة كمون، واخر حاجة معانا هنحط شوية ملح. بس دقيقتين وهزود شوية مية من في الكبة اللي انا كنت عاملة فيها الثوم والفلفل واحطهم عليها، بس تدبل شوية معايا. بصوا بعد ما استوت، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. يلا بقى ايه نوريكو، نغرفها كده بتبقى عاملة ازاي معانا. الله اكبر، ريحتها جميلة. جربي الوصفة دي جنب الاسماك، جمبري، سردين، اي حاجة جربيها معاها وهتدعيلي. ما تنسيش بقى ايه اعجاب بقى.